أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج وما خفية. الحقيقة تعودت نقدم ضيوفي ونقدم المحاور اللي باش نتناقش فيها مع ضيفي، لكن المرة دي باش نخلي ضيفتي اللي هي عابر موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر باش نخليها تقدم روحها. سيدة عابر مرحبا بك. عايشك، شكرا. باهي، من هي عابر موسي؟ عابر موسي هي مرأة تونسية. اي نعم. زوجة وأم. تكويني متحصلة على شهادة الأستاذية في الحقوق، شهادة الدراسات المعمقة في القانون الاقتصادي وقانون الأعمال، شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة، محامية لدى التعقيب، متحصلة على الصنف الثالث من وسام الجمهورية. آخر موقع سياسي كنت فيه أمينة عامة مساعدة لتجمع الدستوري الديمقراطي مكلفة بالمرأة، صحيح. وحاليا رئيسة الحزب الدستوري الحر. به باش نخلي التوانسة باش يحكيوا على عابر موسي. خرجت كاميرا كارتاج بلوس، زميلتنا هاجر القربي عطات الميكرو للتوانسة وسألتهم شكون عابر موسي. خلينا نسمعوا المواطنين التوانسة باش يحكيوا على عابر موسي. شكون عابر موسي؟ عابر بي محامي ولا لا؟ نعرفها أنا، نسيتها شنية. عابر بنت موسى، هذه حاج موسى الله يرحمه. Vous connaissez عابر موسي؟ Pas du tout. Il est où؟ واحدة في السياسة، نعرفش شنية بالضبط، أما المهم في السياسة مرشحة روحة الانتخابات. عابر موسى اللي هي متأثرة برشا بزين عابدين وبال لير سي دي وتسكي ديكتاتوريه، انا واحده من الناس انا واحده من الناس اللي شفت انتخابها وما نحبهاش ومع مخيبه. عرفيش عرفيش شكون يا عابر موسي بالحق؟ رئيس حزب ابارامون كانت مع التجمع، شو سي با عضو في الحزب الحر من القدماء. عابر موسى تجمعي نتاع بن علي، تابع بن علي، دافع برشا على بن علي. شفتها في التلفزه. اي نعرفها نعرفها تجمعيه تجمعيه وما مش منتخبوها. نظام القديم اكثر واحده تسب في الدار. اي القفيفه عرفتها. اعز الناس من الماضي المستبد الى الحاضر المجهول. به هذا متوسع قالوا على عابر موسي ويعرفوا عابر موسي شكون. لكن المشكلة عابر موسي ان اغلب التوانسة على الاقل اللي تكلموا في قدام كاميرا كارتاج بلوس يعرفوا اسم عابر موسي، لكن ما يعرفوش اسم الحزب نتاعك اللي هو الحزب الحر، الحزب الدستوري الحر، هكا ولا؟ به هات خلينا نسمعوا التوانسة شو قالوا على الحزب نتاعك. تعرف الحزب الدستوري الحر؟ نعرف الحزب الدستوري الحر، نعرفه. شكون مؤسسه؟ على ما اعتقد يا الثعالبي يا ممكن فهد بورقيبه نعرفه هذا. تو ما نعرفش. حشيش بني تامي ولا نعرف الحر ولا المربوط. شيء ما فهم. والله لا مش داير الحزب الدستوري. ليلى نسمع به الحزب الدستوري الحر لكن ما نعرفش اللي شكون. الحزب القديم الاولاني بالكل مع المؤسس نتاعو ذولي بورقيبه الله يرحمه، والاولاني بالكل هذاك اللي اعتمدت عليه الجمهوريه التونسيه. لا ما نعرفوش. وجه هذا ما نعرفوش. سامح حزب الدستوري الحر نتاع سليمان يحيى. به ما يعرفوش الحزب الدستوري الحر، يعرفوا عابر موسي. يعني الحزب هذا مختزل في عابر موسي. عابر موسي هي رئيسة الحزب، هي الناطقة باسم الحزب، هي الخطيبة باسم الحزب، هي اللي تتكلم باسم الحزب. التوانسة ما يعرفوش حتى قيادة الحزب الدستوري الحر، وهذا مشكلة كبيرة عابر موسي. يعني باش تفسروا، هل هي ديكتاتورية عابر موسي اللي تقود بها
الحزب الدستوري الحر؟ في البداية ساعة اللي وريت وانتي ما همش التوينسة هذيك هذيك يعني ليه. أربعة خمسة ستة أشخاص اللي خذيتهم الكاميرا لا ما تقوليش التوينسة لا وقت اللي تقول التوينسة كلمة كبيرة برشا لا مش حتى بعض أربعة خمسة ستة عباد ستة على 11 مليون وبالتالي أنا نحترم أرائهم في كل الحالات بخصوصي أنا ولا بخصوص الحزب ليه. لكن ما نردوهاش إذية التوينسة حكيت انه يعرفوا الحزب الدستوري وما يعرفوش عبير موسي والا العكس الحزب الدستوري الناس كل تعرفه والناس الكل تعرف اللي الحزب الدستوري شوف سامحني خلينا نقول الحزب الدستوري ثم حتى اعلاميين يغطوا حتى في اسم الحزب خلينا نكمل لك الحزب الدستوري في المطلق الناس الكل تعرفه الحزب اللي حرر البلاد واللي بنى الدوله اللي انت رئيسته اليوم وقت اللي اختلط الحابل بالنابل وليت الناس تحكي على 215 حزب و216 حزب مع الاعلام شنو قاعد يوري وشنو اللي قاعد يقدم وشنو هي الانشطه اللي قاعد يغطي فيها طبعا فما ناس تعرف فما ناس ما تعرفش شو مشكلتكم على طبعا لانه الانشطه نتاع الحزب الدستوري الحر ما تتغطاش في الاعلام كما ينبغي لا نشاطك وقاعد يتعدى لا لا انا تقريبا ربما شوف ربما تقريبا كي رجعت باش نشوف حوارات ليك نلقى ما شاء الله لا تلقى حوارات معايا في كل وسائل الاعلام تلقى حوارات في الاذاعات في التلفاز نشاطات تلقى حوارات معايا انا ولا تتغطى بالكامل خلينا نكمل لك اخرهم نجاوبك انا الفيديو معناها اللي تروج معناها من ايام معناها في شبكات التواصل الاجتماعي لا مش هذيك النشاط الاستقبال الكبير شوف والحمد لله استقبالات كبرى وهذاك اكبر دليل انه توينسا يعرفوني يعرفوا الحزب لانه الناس اللي استقبلوني هذوكم توينسا شوف اليوم الحزب الدستوري الحر ماهوش قاعد ياخو في فرصته في وسائل الاعلام على مستوى تخطيط نشاطه وعلى مستوى استضافه اطاراته وبالتالي المشكل ماهوش في الحزب والمشكل ماهوش في عبير موسي وما فما حتى مشكل نتاع ديكتاتوريه او غيره المشكل هو في توجه الاعلام لانه الاعلام يحب يغطي انشطه معينه ويحب يستضيف اطارات معينه ونعطيك انا دليل في كارتاج بلوس احنا مالنا في كارتاج بلوس اليوم انا تم استضافتي من طرف معز بن غربيه في البرنامج نتاعو اللي تعدى 50-50 قلت له انا راني كرئيسه حزب نحضر في اطار مناظره تلفزيه في الحمله الانتخابيه لبسط يعني افكار معينه والا نحضر مع المنشط في اطار كيما الحوار اللي انا وياك اذا كان تحبوا بالنسبه للبلاتو اللي فيه حضور يعني مع بقيه احزاب من اعضاء واطارات في احزاب نبعث لكم احد اطارات الحزب قال لي تو نرجع لك وما رجعليش وماهوش هو الاول ومش الاخر ومش الثاني ومش الثالث وبالتالي المشكل ماهوش عندنا احنا المشكل عندكم انتم باهي هذا يجاوب عليه الزميل معز لا موجود حتى في بقيه وسائل الاعلام خلينا في الحزب برشا كلام تقال على الحزب الدستوري على تاسيسه اللي كان مؤسس نتاعو حمد قروي المسؤول السابق في التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وكان وزير اول حمد قروي وقت اللي اسس الحزب هذا معناها افتح الباب حب يجمع الأسماء البارزة اللي كانوا مسؤولين في التجمع وكانوا وزراء في حكومة محمد الغنوشي وغيره التجمعين اللي دخلوا وهذا كلام قالوا حامد القروي كلهم خرجوا وقتاش وقت اللي دخلت عبير موسي للحزب هذا يعني طرت زوز أمناء عامين حاتم العماري عبد السلام بنور ثم 21 عضو منهم 15 عضو تم طردهم وفيهم اللي استقال شكون هذا؟ جزء من يعني 15 عضو شكون هم هذا؟ طردتهم ما نعرفش ما عنديش بالاسماء اما هذه معطيات تقالت على لسان بعض الاعضاء اللي كانوا معاك في الحزب يعني اللي قاعد يتقال عبير موسي انها انك تمارس كما قلت لك بكري يعني شيء من او نوع من الديكتاتوريه في تسيير الحزب تقريبا انت اللي تظهر وانت اللي تقرر يعني حتى تقريبا حتى من اللي يتبعوا في الشان السياسي ما يعرفوش شنو اللي قاعد يعني ما الذي يجري داخل الحزب الدستوري الحر صحيح الكلام هذا غالط طبعا ماهوش صحيح باعتبار انه الحزب الدستوري الحر الساعه وقت اللي تم تاسيسه كان اسمه الحركه الدستوريه تم تاسيسه في 2013 انت توا قلت
تمت محاولة تجميع أسماء بارزة، واليوم بينت القاعدة وبينت الأيام أنه النجاح السياسي ما هوش في تجميع الأسماء البارزة بقدر ما هو تجميع القواعد. علاش خرجوا؟ لأنه الحزب ما نجحش في 2014 وقت اللي الانتخابات متاع 2014 خرجت النتائج. ترشح في دائرة بارزة طبعا في الانتخابات التشريعية طبعا الناس الكل ما نجح حتى حد ما نجح حتى حد نظرا لأنه صار الفوت يوتيل. فما ناس طبعا خليت الحزب وتخليت عليه، انا من الناس اللي ما تخليتش عليه، وقعدنا نحاولوا في احياء الحزب لاني انا من 2011 لليوم لا اقتنع ولا اؤمن بانه الحزب الدستوري يندثر او يموت او انتهى دوره في الساحه السياسيه. يعني تحب تقول لي اللي انت انقذت الحزب؟ طبعا خليني نكملك. طبعا انا اعود انا وقت اللي خديت الحزب اللي صار والكلام اللي تقال عليه موسى اسالني وخليني نجاوب عكس هذا تماما. اسالني وخليني نجاوب. انا تو ما جاوبتني على الكلام اللي قلته لك اللي جاء على لسان اسالني خليني نجاوب في الحزب. اسالني وخليني نجاوب ما تقاطعنيش خليني نكمل نجاوب. اذا كان اليوم ناس يعني من الاسماء اللي انت تعتبرها بارزه اليوم ماهيش موجوده في الحزب مش يعني على خاطر يعني بمعنى اسماء معروفه خنكمل عاد خنكمل معروفه ولا بارزه ولا اللي تحب انت يعني هذا ما يعنيش انه الحزب مش موجود. بالعكس النجاح اللي محقه الحزب الدستوري الحر اليوم والتوسع الجغرافي اللي محقه والهيكله اللي موجوده اليوم في كل ولايات الجمهوريه ومعتمديات الجمهوريه والعمادات والارياف واعماق تونس والقواعد اليوم الملتفه اللي خنكمل الملتفة حول الحزب الدستوري الحر ما التفتش حوله في المرحلة السابقة. نجيك للي كنت تحكي فيه هذايا أنا ما نجاوبش على السفاسف متاع قمت بطرد لا لأنه اليوم الناس الكل تعرف خلي نجاوب. هذا كلام قالوه موجود في تصريحات موثق خلي نجاوب. تم طرد الأمين العام الأولاني حاتم العماري والناس الكل تعرف تلك القضية عن طريق لجنة النظام نظرا لأنه الحزب الدستوري الحر من مؤتمر الثبات 13 أوت 2016 تعاهد المؤتمرون والقيادات على اتباع خط سياسي معين ومن خرج على ذلك الخط احنا عندنا ثوابتنا من ضمن الخط السياسي متاعنا عندنا خطوط حمراء في التحالفات عندنا خطوط حمراء في العلاقات مع بقية مكونات المشهد السياسي وذي يجب احترامه واللي ما يحترموش يلقى روحه خارج الحزب عن طريق أمور إجرائية وقانونية. لحظة خلينا نجاوب إلى الطرد. لحظة خلينا نجاوب مش أنا علاش تمشي إلى الطرد لحظة لأنه اليوم قلت لك راهو فما لجنة نظام هي اللي نظرت في هذا الموضوع. ما زاد على ذلك بالنسبة للثاني اللي حكيت عليه عبسام البنوري لم يتم طرده هو تقدم بتنازل كتابي عن الأمانة العامة نظرا لظروفه الصحية وتغيبه لمده فاتت الستة وسبعة اشهر وما فماش الطرد ما فماش معناش 15 عضو من 21 عضو سامحني مؤسس ما عندناش 15 عضو خرجوا من 21 مؤسس لانه ساعه المؤسسين هما اكثر بكثير ماناش 20 احنا مؤسسين. الناس اللي تم التخلي عليهم وتم اعفائهم من مهامهم ناس خرجوا عن خط الحزب. علش هذه أمور علش واضحة ومانيش باش نزيد واسع فيها. مؤسس الحزب حمد قروي يقول اللي الحزب الدستوري هذا ما عادش نعرفه طبعا. وقال أن الحزب هذا يعني عبير موسي استولت عليه واستبدت بالحزب وما عادش الحزب اللي عملناه اللي أسسناه من الأول. باهي خلينا نجاوبك. طبعا ما عادش الحزب اللي يعرفه سي حامد القروي لأنه الخط السياسي اللي خذاه الحزب بعد مؤتمر 13 أوت 2016 هو خط سياسي واضح. اليوم خليني نبين لك يعني سامحني خليني كان خط سياسي نوع كان باش تسألني ولا خط سياسي نوع آخر. شوف كان باش تسألني وخليني نجاوب خليني نجاوب أنا مازلت ما بديتش نجاوب وأنت تسأل ومن بعد تحب تجاوب. لا نحب نفهم برك. طبعا هو ما ينجمش يعرفوا الحزب هذايا لأنه احنا أول خط اللي أدى إلى القطيعة مع سي حامد القروي ومع العديد من الناس اللي انت تحكي عليهم سواء قيادات او غيرهم هو موقفنا من الخوانجيه. الحزب هذايا خذا موقف واضح في قطيعه مع الخوانجيه وعدم تعايش ولا تحالف ولا تقارب معهم. وبالتالي وقت اللي يخرج اي قيادي والا اي شخص يقول عكس هذا او يتعامل معهم او نلقاوه عنده اي علاقه بهم والا يحاول انه يغير الخط السياسي للحزب هذايا خليني نبين لك أن اللجنة المركزية للحزب الدستوري الحر اللي التأمت في 2017 في 12 فيفري خرجت لائحة عامة حدد فيها الخطوط الحزب الدستوري السياسية الحزب للحزب الدستوري الحر برئاسة عبير موسي في جان في 2019
كان تقريبا في حدود يعني حسب عمليه صبر الاراء اللي قام بهم قامت بها مؤسسه سيجما كان في حدود تقريبا 3.3%. في شهر مارس فجاه قفزت النسبه الى حوالي تقريبا 7 فاصل هك ولا عبير الحزب 9.8 فاصل تقريبا هب شوفوا الحزب 9.9 ولا 9.8 بالنسبه لعبير موسي في الرئاسيه حاطين 7 فاصل في الرئاسيه انت تو في الخماسي الاول اي في المرتبه الرابعه حسب ما هما حاطين في المرتبه الرابعه والحزب الدستوري الحر في المرتبه الخامسه هذه سيجما كونسي سيجما كونسي ما عندكش تعليق على سبر الاراء هذا؟ طبعا شوف احنا ما نهتموش بسبر الاراء هذه لانه احنا عليش. مؤمنين حتى كان يحطونا في المرتبه الاولى راه بالعكس لانه اعطاكم ترتيب لا ولو احنا راهو ممتاز وبصراحه احنا مش اللي يعطينا مفاجئ وصادم صدم برشا ناس لا صادم زادوا باش يتصدموا برشا ناس اذا كان يعتبروا اللي ترتيبنا هذا عليش. صادم زادوا لانه عليش. الحزب في مرتبه احسن من هذه في الواقع وعلى الميدان احنا قاعدين هني قلت لك الحزب باش عرفت عندك احصائيات عن طريق احصائيات الشارع عملت انت سبر اراء داخلي لا ما عملناش سبر اراء لكن عندنا سبر اراء يومي احنا نعرفوه وقت اللي نلقاو الاقبال على الحزب ونلقاو التوسع الجغرافي واحداث الدوائر والخلايا لا الهيكل ما تنجمش تخليك متيقنة على الهيكل ان الحزب ماشي نحو الانتشار ولا ولات عنده جماهيريه ولا نسمع قاعد تسمعني قلت لك الخلايا والهيكل في المعتمديات وفي العمادات وفي ربوع البلاد هذاك احنا المقياس سمتنا هل انه الحزب بصدد التوسع وانه يتموقع في المشهد ام لا لا نهتموا بسبر اراء موجه ولا نهتموا بهذا الكل احنا سكرنا 2018 في 30000 واليوم مخرطين. احنا اليوم 28 مارس 10000 بطاقه الاولانيين انتهوا وطبعنا ال 10000 الثانيين باش نبداو توزيعهم خلينا نسمعوا حسن الزرقوني تفضل مدير مؤسسه سيجما كونسي باش يفسر هذا الصعود المفاجئ والمباغت هذا عبير موسي هي اليوم موجودة في التوب 5 نقوله متاع نوايا التصويت حزب الحر الدستوري نلقاها علاش أول شيء لاحظنا أنه في الدراسات المعمقة نقوم بها نجم نقوله يوميا نلقاها أنه أغلبية من التونسيين تقديرهم كون الوضعية الحالية أسوأ من قبل 14 جانفي 2011. دونك فما معناتها مخزون من الأصوات موجود في هالأغلبية هذه. ثم الحزب الدستوري هو كلمة دستوري ديجا معناتها كلمة قوية في تاريخ تونس برشا ناس كل واحد يقول أنا الحزب الدستوري وأنا وريث الحزب الدستوري طولت هي باش الناس اللي هما في المشروع الدستوري يتبعوا عبير موسي وقت الخطاب نتاعها يكون عنيف وقوي ضد النهضة هذايا يجيب كذلك الأصوات لكن في نفس الوقت المشوار طويل 6 أشهر تفصلنا للانتخابات باش يكون لازم يكون فما برنامج اجتماعي جدي اقتصادي جدي سياسي جدي مقنع للأغلبية تاع التونسيين باش يكون عندها رصيد من الأصوات لكن مش بالقدر الكافي لأنه اللي نعرفوه احنا دائما التونسيين وقت يصوتوا بطريقة أنه يخموا في بعد شكون باش يحكم وكيفاش باش يحكم اليوم هي استحوذت على الأصوات اللي هي معناتها نسميوها نحن ريزيرفوار ناتوريل به مازال بكري مازال 6 شهور وعبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر تستعمل في الخطاب العنيف ضد النهضة هذه تقريبا من بين الأسباب اللي تحدث عليها حسن الزرقوني اللي كانت وراء الصعود المفاجئ والصادم عبير موسي شو قبل؟ بو ما نعرفش ان التصريح هذايا قام به سي حسن الزرقوني بعد ما مشى مع رئيس الحكومه لفرنسا والا قبل لانه شوف مع كامل احترامي لما يروج اليوم هذه المؤسسات وعلى راسها المؤسسه نتاع سي حسن الزرقوني لا مصداقيه لها باعتبار انها غير محايده ومؤكد انها منحازه الى طرف معين طبعا ما فماش مدير نتاع شركه سبر اراء يرافق رئيس حكومه في جولاته خارج البلاد وما فماش شكون
يمشي لرؤساء أحزاب في مقراتهم وإلا يستقبلهم وإلا نشوفوه في مشهد حميمي كما مع سيدو الشيخ. إذن هذا خلينا من سبر الآراء، خلينا نحكيه على الواقع، خلينا نحكيه على الميدان. اليوم اللي قاعد يتروج لهنا، خليني زادا نجاوب، اللي قاعد يتروج بخصوص عبير موسي بالذات والحزب الدستوري الحر راهو ماهوش صحيح، لأنه احنا مانيش مستمدين شرعيتنا أو وجودنا من خطاب انتما ولا هما يسميوها عنيف ضد الإخوان الجاية، لا، لأنه احنا بالنسبة لنا خطابنا مبدئي، فما فرق ما بين عنيف وما بين مبدئي وما بين واضح. طيب نجيو للموضوع، مش نجيو للموضوع. لا وخلينا نقول لك خطابنا ضد شنو؟ مش نسألك، صبرك علي، باش نسألك على الخطاب هذا ضد حركة النهضة. هات نمشيو لركن ركن قالوا عليك عبير موسي، باش نحكيو على بعض الشخصيات السياسية اللي تحدثت على عبير موسي وعلى خطاب عبير موسي. الحزب الدستوري الحر يسخن في الماكلة القارصة، وقيادة هذا الحزب اللي هي عبير موسي تنتمي إلى الصفوف السيئة في التجمع الدستوري المنحل، والشعب ثار على حزبه ورجع النهضة إلى الحكم. هذا الحزب يذكرني بالأحزاب اليمينية في أوروبا، بل هو أسوأ منها. ويقول الشخص هذا يتوجه لك، يقول ما عندكمش النزعة الأخلاقية اللي تخليكم تعترفوا بالماضي السيء، بل تبشرون بإعادة الماضي بأسوأ ما فيه، والشعب التونسي بيده القرار في الانتخابات الجاية. هذا تصريح للقيادي في حركة النهضة عبتيف المكي، تصريح أدى به في حوار زميلة محمد يوسف في إذاعة الديوان. طبعا ان لم يستحي فليقل ما يشاء، باعتبار اذا كان تنظيم كيف هذا احنا نعتبروه لا يرتقي الى حزب سياسي، لانه هذا تنظيم فرع من تنظيم الاخوان المسلمين، فرع لتنظيم الاخوان المسلمين. حزب مدني هذا الظاهر، هذا الظاهر، ما هو ذاك من سوء الحظ نتاع تونس توا انه يحكم فيها فرع لتنظيم الاخوان المسلمين. خلينا نتفقوا على بعض المسائل المبدئيه وبعض المصطلحات. هذا مبدانا، حركة النهضة هي حزب سياسي. انت عنده تأشيرة. لا ما خذين التأشيرة من خذوا التأشيرة في ظروف من الدولة التونسية، في ظروف ما كانتش فيها الدولة الأخرى. لا 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 سامحني، في مارس 2011 كانت وزارة الداخلية تعطي التأشيرات طبقا لقانون الأحزاب لسنة 1988. الناس هذوما أخذوا التأشيرة وهما وضعيتهم القانونية مازلت مش متسوية، سويها عن طريق مرسوم العفو التشريعي العام. يعني أخذوا التأشيرة قبل حتى ما نعرف شكون المجرم وشكون غير المجرم. سامحني، ما نسلخوش على تنظيم الإخوان المسلمين وما قدموا حتى مراجعات لفكرية ولا على الجرائم اللي ارتكبوها ولا عملوا عملية فرز. جاءوا القاو دولة ضعيفة، القاو وقتها الناس الكل خايفين ومدمغجين بمفهوم ما يسمى بالثورة، واستولوا على هذا الترخيص اللي تمنح لهم بعد أشهر ولا شهر ونص قليل. انت بعد 2011 تشكك في ذمة الدولة وتشكك في ذمة الدولة، الدولة في مارس 2011 لم تكن هناك. سمحني، الأشخاص اللي تحملوا مسؤولية في الدولة آنذاك طبعاً صحوا على قرار أو صحوا على التأشيرة اللي تعطت حركة النهضة، كان هناك إكراه. سامحني، كان هناك إكراه وما كانتش فهمة مؤسسات الدولة. كلامك هذا نفهم منه أن كل الأحزاب اللي خذت تأشيرة عام 2011 دونك ما عندهاش شرعية. لا مش بالضرورة علي. فما أحزاب أخرى اللي ما عندها حتى ماضي اللي يمنحها وما عندها حتى بطبيعة، فما أحزاب اللي جات قدمت وعملت تأشيرتها، لكن هذو ناس، هذو ناس بجرائمهم رئيسهم. سامحني، رئيسهم كان في الخارج حزب. كيفاش خذاه؟ وفي العام هذاك عام 2011 خذاه في أول مارس. تقريبا أكثر من 100 حزب ما تقارنش عاد. طيب أنا نحكي لك في كلام نحبك تسمعني. الناس هذوما رئيسهم جاي من الخارج وعملوا له طلع على البدر علينا، وهو وضعيته القانونية مش متسوية في تونس. مرزوقي ما هوش متسوية وضعيته في تونس، واخذوا المرسوم بتاع العفو التشريعي العام في فيفري 2011. الدولة ضعيفة والناس اللي موجودين على رأس الدولة مكرهون وقتها، لأنه السجن يستنى فيهم ولأنه الضغوطات الناس كل عاشتها. اليوم الناس هذوما اللي يتكلم علينا احنا، علاش
مش نقول لك إن لم يستحي فليقل من يشاء، بخلاف تاريخه الأسود وبخلاف حاضره الأسود وبخلاف معناها اللي نحكيه فيه الكل عليهم وجرائمهم اللي تقدمنا في بقضايا ضدهم في خصوصها، الناس هذوما حاطين على رأس قائمتهم في البلديات مسؤولين في التجمع الدستوري الديمقراطي اللي هما مسؤولين كانوا يا مجلس نواب يا لجنة مركزية يا مسؤولين في التجمع. ليه خليني كمل لك عاد لانه اللي يوصل يقول الكلام هذا ليه خلينا نعاودوا لك حتى انت السؤال هذا مسالتك حتى انت سؤالات هذوما مستهلكين اما انا قاعده نجاوب فيك لاني نحترم في اسئلتك. علاش تجاوب انت بجواب يلزمني مستهلك؟ يلزمني نجاوبك على قد سؤالك. الناس هذوما لان احنا ما رضخنا لهمش وما ركعنا لهمش وما انبطحناش ليهم بالطبع يقولوا هذيك وخليهم يقولوا جاوبك ما فيش منطق. انت بيناتنا القضاء، انت محاميه، بيناتنا القضاء، بيناتنا القضاء، خليني نتكلم، بيناتنا القضاء. انت امراه قانون محاميه تعرف القانون جيدا ونحكي بالقانون انا بيناتنا القضاء وقت القضاء يفتح الملفات اللي احنا قدمناها اشخاص يجي يتفضل يتحصلوا على تاشيره لتكوين حزب سياسي في وقت الدوله غايبه، في وقت الدوله غايبه، لا الدوله موجوده في وقت الدوله غايبه 2011 الدولة 2011 موجودة 2011 في فيفري الدولة غائبة. أنت تلغي كل القرارات اللي أزرتهم وقتها الدولة التونسية عام 2011 كل شيء ثبتوا فيه طبعا كل شيء ثبتوا فيه لا ثبت لي روحك كل شيء ثبتوا فيه تلغيه ولا ثبت فيه كل شيء ثبت فيه احنا مناش عدميين كل شيء ثبت فيه وكا باغ كا فما حالات اللي ما تستحقش اصلا انك تتفحص فيها وفما حالات كما هذا ملف ثقيل ملف ثقيل وناس جايين من الخارج وناس وضعيتهم القانونيه ما تسويتش تعطيهم حزب وما عملوا حتى مراجعه ولليوم مازالوا يخلطوا ما بين الدوله وما بين السياسه والدين وهذا ثابت ايامات اللي حكموا ايامات حكم الترويكا وثابت اليوم حتى في تصريحات سيدهم الشيخ مؤخرا. سيده عبير هذا الناس جاوا بعد الثوره قلنا موقفنا منهم قلنا موقفنا منهم فما انتخابات قلنا موقفنا منهم ليه قلنا موقفنا منهم في 2011 انتخابات ديمقراطيه قلنا موقفنا منهم ماهيش ديمقراطيه فازوا بالمرتبه الاولى لا ماهيش ديمقراطيه شو ماهيش ديمقراطيه انتخابات مبنيه طبعا مبنيه على الاقصاء مبنيه على الفصل 15 إذا كان أنتم تحبوا تنسوا رأوا التاريخ لا يرحم إقصاء شكون؟ إقصاء عشرات الآلاف من التوانسة إقصاء التجمعيين اللي تحملوا مسؤوليات وين التجمعيين وقتها؟ إقصاء التجمع يا الدستوري صار الفصل 15 تم حلوا صار الفصل 15 تقريبا بعد شهرين وحلوا جريمة وحلوا في حد ذاته جريمة اي هذاك الموضوع اخر اي لا لا مش موضوع اخر مربوط ببعضه لكن الحزب التجمع الدستوري انت تجي تحل الحزب ومن بعد تقصي منتسبيه ومن بعد تقول لي شاركت في انتخابات نازيه تم حلو بقرار من القضاء فضيحه ووصمه عار وشفتها الناس الكل وشفتوا المحاكمه انت غير العادله عمرنا ما عندنا محاكمه عادله نهينوا فيها محامي انها تديو عليه بالعنف هذه حقائق نقول فيها هذا شخص كهو خذي حظه خذي حظه هذا شخص كان امين عام خذي حظه خذا كان خذا حظه اعطيني لي بعض امين عام خذا حظه يزي انت توا ما يستحقوش باش نحكي عليهم اكثر من هكا هذا جاوبتك شخص كان امين عام للتجمع السوري الديمقراطي وقت اللي انت وقت اللي انت توا كنت تحكي لي على المكي توا لا لا توا معاش انتهينا من المكي تفضل لا انت قلت لي توا اللي يحكيو عليك وعلى الحزب معناها يعني معناها الكل كلام غلط به هذا اللي يحكيو فيه غلط هذا محمد غرياني كان امين عام وقت اللي انت امين عام ومساعده جوز جوز ما نجاوبش على محمد الغريني جوز مني جاي بشكل محمد الغريني خطاب عبير موسي أي. هو خطاب فاشيستي فاشيستي وعليه القيام بمراجعه بتبيعه باش يقول لك هكا انسان اللي انبطح لسيدو الشيخ وللاخوان بتبيعه باش يولي خطابي انا فاشيستي علاش عندك انا خطابي عندك مبدئي عندك دليل ان محمد الغرياني انبطح لل والله هذول مش انا عندي دليل التصريحات هذه في حد ذاتها شوف علاش نحكيو في حاجات علاش تحب علاش نحكيو في حاجات مستهلكه انا ما صدرت حق حتى ايوه علاش تحب تصدر له رايك خليه يتكلم يا خويا اتكلم على روحك هاو محسن مرزوق هاو محسن مرزوق تفضل اللي هو الامين العام لحركه مشروع تونس ماهوش نهضاوي وماهوش من حزب التجمع المنحل يقول ان التوانسه اللي باش يصوتوا لك سيده عبير وباش يصوتوا للحزب تاعك في الانتخابات القادمه يوصفهم بالاغبياء ويقول اللي المشروع والمهابيل عاد يقول اللي المشروع السياسي بتاعك هو تجمهر وحصان وادخال الاسلاميين يعمل للسجن وهذا كلام وهذا كلام تجمهر يعمل التجمهر وهذا كلام قلته من غير فلوس سيدة عبير انا مش اسالك سؤال تفضل الثوره يعني
اليوم انت تتكلم وتحضر في البلاتوات وتم استدعائك في القنوات التلفزيه وغيرها في وسائل الاعلام وتتكلم بكل حريه وتعبر على رايك بكل حريه. هذا حق. الحق هذا منحته لك الثوره التونسيه اللي صارت. لا مستحيل. اللي صارت الثوره اللي تحكيوا عليها انتم اللي انا نقول لك ما صارتش. حلت لي حزبي ما عطاتنيش الحق. لا لا حلت لي حزبي وين انا ظلت واستمت. لا سامحني هذا كان اللي تحكيوا عليها. لا هذا كان مطلب شعبي مش صحيح. رفع في الثورة. خليني نكمل. خليني نكمل. تحب تخليني نتكلم ولا لا؟ خليني نكمل. تفضل. ما نتكلم وحدك. ما قبيلة نتكلم وحدك. ما تصدقنيش كلامي. خليني نتكلم. ما قبيلة نتكلم وحدك. انت راه مانيش تفضل. انا سكتة. انت تسأل وتجاوب وحدك. كي نجي انا نجاوب تقص عليا. مانيش نجاوب. خليني لك الفرصة باش تتكلم. الثورة هي اللي منحتك الحق في انك تتكلم بكل حرية وايضا منحتك الحق في انك يعني تكون على رأس حزب سياسي قائم الذات موجود وعود جاء طلع في صبر الآراء. والثورة أيضا أعطت الفرصة. ثم حركة النهضة الإسلاميين اللي أنت معناها تنعتهم بالخوانجية هم خوانجية مش أنا ننعتهم. ايه؟ هذاك أصلهم. راشد الغنوشي ايه؟ رئيس حركة النهضة في تقريبا في عام 2012 في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وقت اللي تعرض قانون العزل مشروع قانون العزل والإقصاء اللي كان مش يقصي كل التجمعين ويحرمهم من المشاركة في الانتخابات وفي العمل السياسي أمر بعدم التصويت على هذا القانون. بين جاوب ولا نقعد اسمع فيك تو؟ لا تو تعطيني باش نجاوب. اولا انا هذه قلتها ونعاودها ومره الالف وخلي يزيدوا يسبوني وخلي يزيدوا يقولوا اللي يحبوا. ما فماش ثوره وما صارتش ثوره. الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه الناس اللي يحبوا اليوم ينصبوا رواحهم وكانهم عطاوا منا وعطاوا مزيه وانت اليوم تتكلم واليوم عندك حزب. اولا انا مواطنه تونسيه كامله الحقوق والواجبات وحتى حد ما عنده الحق باش يصادر لي حقوقي المدنيه والسياسيه وما عمل عليا حتى حد مزية. الحاجة الثانية الناس هذوما اللي يتشتقوا اليوم بالديمقراطية اللي يحكيوا عليها اللي هي اليوم فوضى أكثر منها وانتساب فوضوي لأحزاب مش ديمقراطية. أول ما جاوا طبعا أول ما جاوا جاوا حلوا لنا حزبنا. يعني أنا كنت موجودة في إطار حزب سياسي جاوا حلوه واجتثوه وأقصاوه وأقصاو قيادته ومنتسبيه من المشاركة في الانتخابات وبذلك شاركوا وحدهم في انتخابات 2011 وبالأموال الأجنبية المشبوهة اللي مقدمين احنا فيها قضية للقضاء وما حبش القضاء يحلها طلعوا في الانتخابات وصاغوا دستور 2014. ليه؟ مش عدم الجدية. قال لك شو مدخلك مادام رئيس الحكومة ما تكلمش ما تتكلمش انت. هذم يحكيوا اللي باش يكافحوا الفساد. طلعوا في انتخابات 2011 صاغوا دستور 2014 على مقاسهم والعزل السياسي اللي تحكي عليه سامحني في 2014 لأنه أسيادوا السيد الغنوشي والناس اللي جابوهم وفرضوهم على تونس باش يحكموا هما اللي قالوا لهم انتم ما تمشيوش في العزل لانه عبير. كانت هناك الصفقه بينهم وبين البيجي قائد السبسي وهي صفقه باريس وصفقه 2014 اللي اودت الى التوافق الحالي التصويت. واودت الى الوضع الرديء اللي فيه البلاد. عدم التصويت على قانون العزل السياسي ما نحرفوش الواقع ونوليو عاملين زي عليه سمح للبيجي قائد السبسي واسمح لي لانه الصفقه موجوده لي مسؤول سابقين في التجمع موجودة. أنهم يترشحوا وأنهم اليوم موجودة. وأنهم يكونوا نواب في البرلمان. يعني أنت بربي هذه خلي بربي هذه نقطة مهمة. ليه معناها أنك أنت تخلي للناس حقوقهم وليت مزيان. أنت كنت باش تعتدي على حقوق الناس باش تقصيهم. أنت كنت باش تخالف أبجديات حقوق الإنسان. أنت كنت باش تخرق الاتفاقيات الدولية في حقوق الإنسان. وقت اللي ما عملتش هذا نوليو نكرموك ونقولوا لك يعطيك الصحة أنك ما اعتديتلناش على حقوقنا. يعني احنا اليوم جايين باش نقلبوا الموازين نحل لك حزبك ومن بعد نقول لك احمد ربي عندك حزب اليوم. انا نزلت واستمت ورفضت الانبطاح ووصلت اليوم اني رجعت عبير. حزبي وحزبي اليوم كما قلت انتم صادم لبعض هؤلاء اللي تصوروا انه المدينه خاليه قاموا فيها لذين واليوم صعد الحزب الدستوري من جديد واسترجع قواعده وسيخوض الانتخابات. سيدة عبير انت تعرف وكنت مسؤوله في حزب التجمع وتعرف جيدا أن النظام السابق وبعلم وبتعليمات حتى من الرئيس السابق بن علي كان ثم قنوات اتصال مع الإسلاميين مع بعض القيادات اللي كانوا موجودين في المهجر في المنفى والرئيس السابق بن علي أصدر
في عديد المناسبات أصدر عفو رئاسي خاص على الكثير من قيم القيادات الإسلاميين. وآخر عفو وأنا باش نوريك يعني هذه معناها هذا مقال ورد في قناة الموقع الجزيرة بتاريخ كتبه زميلنا لطفي الحاجي بتاريخ 2 مارس 2006 العفو الرئاسي يفتح ملف الإسلاميين في تونس. في مقال في سويسانفو مسالش نعرف اللي عندك مشكلة مع الجزيرة في سويسانفو تونس عندها عفو مشكلة مع الجزيرة عفو يجدد الأمال وقد يعدل بعض الحسابات. هنا ثم حديث على عفو رئاسي خاص يشمل تقريبا 1657 سجين أغلبيتهم من المحكومين في قضايا الحقام، لكن فيهم مجموعة كبيرة من الإسلاميين اللي تمتعوا بالعفو. إيش تقول أنت من وراء هذا؟ ثم قنوات اتصال وحوار عن طريق سفارة تونس سفير تونس في بيرن في سويسرا. أيضا فما إذاعة زيتونة تعملها سهر الرئيس السابق سخر الماتري، وأنت تعرف بقية الحكاية والرسالة اللي بعثها الغنوش. يعني شنو المغزى من وراء هذا؟ كان ثم النظام السابق وكذلك حزب التجمع اللي أنت كنت تميله، كان ثم تواصل ومحاولات لفتح قنوات حوار مع الإسلاميين. اليوم عبير موسي في سنة 2019 يعني معناها تكن عداء لحركة النهضة والإسلاميين على عكس ما كان قبل في النظام السابق. وانت يعني مرجعيتك السياسيه يعني تعود الى النظام السابق والى التجمع الدستوري الديمقراطي، هل المفارقه هذه علاش؟ خليني اتفقوا ساعه في حاجه لازم الساعه هذه نوضحوها. انا راني مانيش كوبي كولي نتاع حتى نظام، مانيش قاعدين نعملوا في الكوبي كولي. شكون هو؟ لا ما نقطعوش، فما فرق. قلت لك مانيش كوبي كولي، يعني مانيش احنا كل شيء انت قمت به، احنا طبعا نسخه معدله مما طبعا نسخه معدله. احنا شو نقولوا؟ هاك اليوم خلي اليوم تعمل العكس. شوف نجي شوف يبس خليني نجاوب يا يزيد، لو تحب تساله تجاوب وحدك خليني نجاوب. احنا قلنا انه الحزب الدستوري الحر هو امتداد للحركه الدستوريه من 1920 لليوم بما فيهم فترة التجمع الدستوري الديمقراطي. نعم 1920 كثر لهنا واضح المرحوم الزعيم عبد العزيز الثعالبي اللي هو كان جد عنده بكل ما فيها. خليني نواصل. قلت لك احنا نتبنيو الموروث كاملا بكل منعرجاته بكل اخطائه بكل اخفاقاته وبكل نجاحاته، هذا متفقين فيه على مستوى تبني تاريخنا ومرجعيتنا. على مستوى مواقفنا، الشيء اللي تحكي فيه انت، السنوات الاخيره من حكم النظام السابق ظهرت فيهم أشخاص مش سياسة الدولة، أشخاص اللي ربطوا قنوات تواصل مع الخوانجية، وذي احنا ريناه، وهو اللي أدى سامحني خنكمل ما يهمناش احنا كقواعد. خلينا نكمل خلينا نكمل عاد احنا كقواعد. لا احنا ما يهمناش بعلمه مش بعلمه، جيب بن علي واحكي معه في المواضيع هذه. احنا اللي يهمنا على مستوى حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الى اخر نهار فيه إلى 4 جان في 2011 ليس هناك أي اعتراف ولا تفاوض ولا تصالح ولا أي شيء مع الخوينجية. لكن فما بعض الأشخاص لحظة عاد فما بعض الأشخاص اللي هما كانوا من داخل الحزب كبداوا من غير ما نذكر أنا الأسماء، على رأسهم السيد اللي اليوم ولا يهزش باكو النوار واللي هو وقتها كان على رأس التجمع، منهم هما ناس ربطت قنوات شخصية بينا وما بين الناس هذم في إطار أجندة في إطار علم النظام عدم علمه. هذا ما يعني ناش تتصور أنت هذا ما يعني ناش يربط علاقات شخصية هذا مع قيادات ما يعني ناش قيادات من الحركة الإسلامية هذا ما يعني ناش بدون علم شوف يا ناش رئيس هذا ما يعني الدولة ناش أو وزير الداخلية. خليني أنا أقول لك هذا لا يعنينا هذا التاريخ أتوا يأكدوا هل أن كانوا فما سياسة بتاع النظام وإلا لا، وفما أشخاص وإلا لا، ومدى توسع الرقعة هذيك. أنا اللي يهمني اليوم أفكار مبدئية ومواقف مبدئية. احنا بالنسبة لنا الإخوان المسلمون إرهاب،
ومشروع ظلامي والناس هذوما فرق من تنظيم الاخوان المسلمين. كملت. واضح. اليوم حاجه اخرى، ليه حاجه اخرى نقولها لك؟ خلينا نقول لك حاجه اخرى ساعه، لانه علاش بنينا موقفنا؟ انسى توا اللي صار الكل، انسى النظام السابق وانسى تجاذبات وانسى المحاولات اللي في وقته، انا نحكم على فتره الترويكا، انا اليوم نبني الموقف نتاعي بخلاف الموقف المبدئي الدستوري اللي هو ما يحطش يده مع الخوانجيه، انا نبني على حكم الترويكا. الناس هذوما جاتهم الفرصه بطريقه ملتوية كما حكيت لك قبيلة، خذوا الحكم، شفنا من 2011 كي خذوا الحكم شنو صار، رينا المشروع المجتمعي الظلامي، رينا الخيمات الدعوية، رينا الخطاب التكفيري الجهادي، رينا تسفير إلى بؤر التوتر، رينا مدرسة الرقابة اللي تعاملت من 2012 وما بعدها، رينا العلم الأكحل، رينا أنصار الشريعة، رينا الاغتيالات السياسية، رينا الدم والذبح متاع الجنود، وبالتالي ورينا الجبولات متاعنا وليت مغلغل فيها الإرهاب، وبالتالي الناس هذوما كي جاوا حكموا وتعطات لهم الفرصة هذا مشروعهم المجتمعي مع الانحدار الاقتصادي اللي هو متسبب فيه اللي هما اعتباطيتهم في التعامل وولائاتهم لجهات أجنبية على حساب الاقتصاد الوطني، هذا احنا اللي نحكم عليه. وبذلك ما نجموش اليوم ورينا اتحاد المسلمين بتاع القرضاوي اللي ما كانش عنده وجود في تونس. في انتخابات 1989 الإسلاميين كانوا موجودين في قيمات انتخابية. طب انت علاش تحب ترجع 89؟ انا عزيز انا يلزمني مواقفي، انا يلزمني مواقفي مبنيه على يعني موقف مبدئي بورقيبي رفض الاخوانجيه ومبدئي باعتبار انه حصيله حكمهم ادت الى انها كشفت حقيقتهم الدمويه الظلاميه. ما ترش معايا وكان عبير موسي تستحضر سيناريو 2014 اجواء انتخابات 2014 والفوت يوتيل وال يعني البيجي قايد السبسي والخطاب نداء تونس والخطاب يعني الفوت يوتيل والمشروع الحداثي في مقابل المشروع المجتمعي الظلامي. ما تراش اللي نفس الورقه اللي لعبها البيجي قايد السبسي في 2014 تعاود عبير موسي تلعبها في 2019؟ لا لهنا خلينا نفسر الفرق. اولا الفرق واسع والفرق شاسع ما بين ما نطرحه اليوم وما بين اللي قاله البيجي قائد السبسي وما قام به، لانه اي متتبع في السياسه ويفهم ما احنا وقت الشعب، لانه الناس الكل تحب تتخلص من الخوانجيه صدقت ما قاله البيجي قائد السبسي. الفوت يوتيل اكد ذلك. الفوت يوتيل اكد ذلك. كلامك غالط. فما مليون و300 الف، مليون و800 الف تونسي، ثم مجموعه من التوانسه صوتوا لحركه النهضه، مليون ومشي شويه، مليون و300 مليون وشوية صوتوا لنداء تونس. خلينا نحكيو على البيجي قايد السبسي. الكل التوانسة الكل يكره الخوانجية. يعطيك الصحة كمحامي يعني نجح. لا 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 مانيش محامي، أنا نعطي فيك في الأرقام. أنت تو سألتني على البيجي قايد السبسي. أنت سيدة عبير صوتوا لك. أنت تو تسألني وتخليني نجول. أنت جبت 500 صوت. خلينا على البيجي. وكنت على رأس قائمة الحزب الدستوري الحر في دائرة بيجا. وأتشرف بذلك لأنه الفوت يوتيل اللي صار ما خلى حتى حد يطلع في 2014. ومش هذا موضوعنا، موضوعنا انه في 2014 الخطاب هذاك اتقال انه اللي ما يصوتش للنداء راهو صوت للخوانجيه ومشيت صوتت للناس. اليوم احنا شنو نطرحوا؟ نطرحوا موضوع اشمل من ذلك. احنا نطرحوا اخر من نوع اخر من نوع. اولا انه اليوم واضح انه فما منظومه وطنيه ومنظومة داخلة اللي هي منظومة الربيع العربي المدمر. المنظومة الوطنية فيها الحزب الدستوري الحر مع الشعب التونسي مع المنظمات الوطنية اللي ما حطتش يديها مع أي أجندة خارجية. خنكمل عاد خنكمل مع كل من يؤمن خنكمل الفكرة. علاش تقصي بقية الأحزاب؟ خنكمل الفكرة عاد مع كل من يؤمن بالدولة الوطنية الحرة المستقلة ذات السيادة ويرفض التدخل السافر اللي جابيه منظومة ربيع الخراب والدمار. ومن جهة أخرى نلقاو منظومة الربيع نلقاو فيها الخوانجية الفاعل الأساسي اللي جات بهم هذه المنظومة، ونلقاو حلفائهم ونلقاو صناعهم، لأنه اليوم المشهد السياسي فيه
الإخوان فيه من تحالف معهم على الند للند كما نقولوا اللي عملوا معهم التوافق، وفيهم البيادق والأزرق والصناع اللي يلعبوا في دور أنا في المنظومة الوطنية المناهضة. من يصانع عند حتى حد؟ أنا سيدة نفسي وسيدة قراري، يتهموا اللي يحبوا. أنا مع المنظومة الوطنية وحضورك في مصر، أنا مع المنظومة الوطنية شباب العالم بمصر. يعني نحضروا منتدى معنا مصطفى كان هذا كلام تقال تقال نجم تقال كل شيء، برشا كلام كتبته بعض الصحف الخارجية وخصوصا الصحف الإماراتية. مشاركتك في منتدى شباب العالم بمصر ولا جريمة هذا؟ فهمة على أساس أنه اصطفاف مع المحور المصري الإماراتي. خلنا نتكلم وانت تعرف خلنا نتكلم أنا توانا اللي فما زوز محاور خلنا نتكلم أنا يعني وصراع إقليمي معناها الكل قاعدين نشوفوا فيه في تونس. نتكلم فضل.